زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة أن في جهود كبيرة جدا قامت بها مصر لتقديم المساعدات لقطاع غزة منذ اللحظة الأولى لبدء هذا العدوان الغاشم على أهالينا في القطاع، وده طبعا لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية اللي بيعاني منها عدد كبير جدا من سكان القطاع إن لم يكن سكان القطاع كلهم، عدم توافر الكهرباء، نقص حاد في الوقود، مع صعوبات كمان في الوصول لمصادر مياه نظيفة وغذاء. جهود مكثفة نفذتها الدولة المصرية لتقديم المساعدات الموجهة لقطاع غزة منذ اللحظات الأولى لبدء حرب دولة الاحتلال ضد شعب غزة، حتى جاءت مصر في المرتبة الأولى لتقديم المساعدات الإنسانية بما يعادل أكثر من ضعف ما قدمه العالم من مساعدات لدعم سكان قطاع غزة. ومع المحاولات الدائمة من مصر لتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة والفلسطينيين بصورة عامة، بلغت المساعدات حوالي 7094 طناً، منها 5900 طن من مصر وحدها والباقي من الدول الأخرى، وتم تسليم 6000 طن وصلت لغزة بالفعل عبر معبر رفح. ويعد الحجم الكبير من المساعدات التي قدمتها مصر انعكاساً لدور الدولة المصرية التي تعتبر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية وللوضع الإنساني في القطاع بشكل عام. وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر هي من قادت جهود الدعم والإغاثة لسكان غزة رغم وجود التعنت الإسرائيلي الذي استهدف تأخر وصول الكثير من المساعدات إلى القطاع الذي يعاني انقطاعاً شبه كامل للكهرباء ونقصاً حاداً في الوقود مع صعوبات بالغة في الوصول لمصادر مياه نظيفة وغذاء. مؤسسة حياة كريمة أعلنت أن التحالف الوطني وحياة كريمة عملت منذ بدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة على تجميع أكبر قدر ممكن من المساعدات للشعب الفلسطيني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. وتشتمل القوافل على كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المعونات والمساعدات الإغاثية المقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين من خلال المجهود الجوي ضمت 57 طائرة من 17 دولة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات بإجمالي 1435 طناً، وأن إجمالي المعونات البرية وصل 3997 طناً حملتها 160 شاحنة.